أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى غرفة الأخبار، مستمرون معكم في إطارة مواضيع مختلفة تهم الشأن العام الوطني وتهم كذلك شريحة كبيرة من المجتمع. كيف لا، والأمر يتعلق بالتزود بالكهرباء والغاز. ففي آخر تعليمة صادرة عن وزير الطاقة أمر فيها مصالح الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز صداك بتعليق مؤقت، نؤكد على أنه تعليق مؤقت للحملة التي أطلقتها خلال فترة الشتاء، ويتعلق الأمر بقطع الكهرباء والغاز. إذن فالوزير أوضح في التعليمة أنه من الصعب قطع الكهرباء أو الغاز عند ذوي الدخل المنخفض وسكان مناطق الظل في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وكذلك التعليق المؤقت مشاهدينا الكرام يخص أصحاب النشاطات الحساسة ووحدات الإنتاج والبنية التحتية التي تستخدم العمال أو الذين يخصص إنتاجهم للاستهلاك أو السوق الوطنية مثل مياه الشرب والإنتاج الزراعي وغيرها. ولكن السؤال المطروح، كيف يمكن للشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تتجاوز محنتها من خلال الديون المتراكمة عليها والتي ذكرها أو ذكر بها أمس شهر بورخراس المدير العام لشركة سون الغاز على أنها تجاوزت 180 مليار دينار، أي مضاعفة تقريبا منذ 10 أشهر بثلاث مرات، بعد أن كانت ديون 60 مليار تجاوز الأمر إلى 180 مليار دينار. كيف يمكن لهذه الشركة أن تتجاوز هذه الكبوة من خلال هذه الديون المتراكمة؟ وبالمقابل، هل هذا القرار يلقى ارتياح لدى المواطن، لدى المستهلك؟ ولكن حقيقة الدفع سيكون خلال ربما فترات قادمة، فهل من جهة أخرى ستتراكم الديون على المستهلك الجزائري كما هي متراكمة على شركة سون الغاز؟ سنتفصل في الموضوع بكل جوانبه من خلال هذا العمل الإعلامي الذي نربط فيه الاتصال عبر خدمة سكايب مع خالي الهدنة، وهو مسؤول الاتصال بالشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز صداك. صباح الخير سيدي الكريم. صباح النور سيدي الكريم وكل مشاهدي قناتكم الموقرة. نشكر لك سيدي الكريم انضمامك لنا في هذا العمل الصباحي الإعلامي الذي خلاله نريد أن نطمئن المواطن ونعطيه المعلومات الصحيحة من المصدر الصحيح. ما هو أو ما هي الخلفية التي جاءت إثر هذا القرار الذي هو توقيف قطع الكهرباء على المواطنين؟ شكرا سيدي الكريم. هي تعليمات للوصايا، ونحن كمؤسسة صداك شركة توزيع هي الواجهة الوحيدة للمؤسسة مع المواطن. نقدم خدمة عمومية، والخدمة العمومية تتغلب على الطابع التجاري نقوم به. نلتزم بهذه التعليمات للوزارة والتي تتعلق كما تفضلتم بتعليق قطع الكهرباء. القطع هو ظرفي في مرحلة فصل الشتاء وفي ظل كذلك هذه الجائحة، خاصة على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود ومناطق الظل وطبقة الهشة والمؤسسات اللي تضمن المرفق العمومي والمؤسسات اللي تضمن العيش للعديد من الأسر والتي تخلق مناصب العمل للمواطنين. هي تعليمة مرة أخرى تضامنية اللي احنا قمنا بهذا التنفيذ، المرسوم التنفيذي اللي كان في مارس 2020، واليوم تعليمة أخرى في ظل هذا الشتاء أو في ظل هذه الجائحة وفي الظرف، ظرف الشتاء اللي خاصة لما نشوفه يتعلق بمناطق الظل، ساكنة مناطق الظل وذو الدخل المحدود، شيء جميل يحتسب تاريخيا لمؤسستنا وللوصايا، وندخل دائما في الجانب التضامني مع الزبائن. سيد خليل هدنة، بالعودة إلى التعليمة ربما نفصل المصطلحات التي وردت فيها والكلمات التي أتت فيها التعليمة، وإن كان في التفاصيل يكمن الشيطان، ولكن نتمنى الخير في هذه التعليمة. تتحدث عن الدخل المنخفض، لو سمعت تفسر لنا ما هو الدخل المنخفض. هل يعني كل موظف يعتبر دخل منخفض؟ والله هي اكثر منه هذوك الناس او المواطنين اللي جورنالي يعني يتقاضوا اجره تاعهم شهريا، لاننا احنا عندنا منظومه معلوماتيه للزبائن، نعرفوا كل زبون، وعندنا يعني اتصال مباشر لكل وكاله، عندنا 378 وكاله منتشره عبر كل الوطن، تعرف الزبائن تاعنا كاين ذو الدخل المنخفض. مثلا نلقاو زبون يستهلك
الكهرباء والغاز مثلا 800,000 كاين 600,000 باينين، هادو مساكن الله غالب عليهم، عنده مصباح، عنده ثلاجه، عنده خاصه يستعمل المدفأة في الشتاء، اذا دخلهم محدود ونعرفوهم. يعني ناهيك على الجماعه اللي مثلا عنده حرفه او حرفي، وكذلك مناطق الظل. احنا كنا يعني في زياره مؤخرا لمناطق الظل، والله سيدي الكريم يعني نشوفوا برنامج السيد رئيس الجمهوريه حقيقه، نشوفوا هذ المساكن تاع مناطق الظل، المساكن تاعها صح، يعني مواطنين في ادنى ظروف المعيشه الحقيقيه. الناس راهي مازالت حتى بالحطب، والناس مازالت حتى بالكنكي، ولما شافوا الكهرباء والغاز الفرحه كانت فرحتين، اننا قدرنا باش نجسدوا المشروع هذا، وثانيا باش ندخلوا الفرحه. الناس راهي مازالت حقيقه دي جورنالي، يعني الاجر تاعهم كون ما يجيبش في اليوم ما يكونش، فما بالك انه راح يخلص تريسيتي في والغاز في ظل هذا الشتاء. وبالنسبة إذن ربما هذا تفهمنا عليهم سيد خالي الهدنة، نعم. ولكن الناس اللي عندهم فواتير متراكمة، خلينا نتكلم، تجاوزت 5 ملايين، هل في نيتكم قطع الكهرباء عنهم؟ سيدي الكريم احنا مؤسستنا فيما يخص هذا ما يمنعناش باش مؤسستنا بكل مرافق تاعها وعمالها تواصل عمليه تحسيسيه. رانا نقوم بعمليه تحسيسيه للمواطنين باش يخلصوا الديون تاعهم. كل واحد يسلك الدين تاعو راه الدين راح يتراكم والفاتورات تتراكم، ومن بعد يدخلوا في ما يقدروش يخلصوا وغيرها. احنا في هذا المجال درنا تسهيلات، اول تسهيل اللي قمنا به وكان راهو يعني بين الفعاليه تاعو حتى استحسان المواطنين، هو الدفع بالتقسيط. الدفع بالتقسيط نديروا لهم بارترونش، يتقدموا لوكالاتنا ويكون يعني دراسه حاله بحاله ويقدموا. قال واحد خرجت له 5 ملايين، قال يقدر يبعث مع دراسه مع رئيس الوكاله، يقدر يبعث يخلص مليون، ومن بعد شهر جاي مليون، شهر الاخر مليون، وهذه في حاله يعني استحسنها المواطنين. كذلك فيه الدفع الالكتروني، فيه الدفع تقريب المكاتب البريد اللي كانت مغلوقه اليوم فتحت، وكاين الدفع كذلك عبر وكالاتنا، وين كاين مكتب الاستشاره اللي نقدروا ندرسوا حاله بحاله. يعني قلت لك هذا قطع او تعليمه لتعليق القطع الظرفي في فصل الشتاء، اذا راح يخلص فصل الشتاء راح الناس اللي قادره تخلص درك وتهاونت باش تخلص راح يجيها فاتوره متراكمه من بعد الشتاء. سيد خالي الهدنه، تعرف انه هذه التعليمه هي صدرت فقط مؤخرا، ولكن ربما في الميدان التطبيق، وتعرف يعني القرارات لما تكون صادره من اعلى السلطات يرحب بها، ولكن في الميدان دائما تكون هناك عراقيل، نتمنى في صادق ما تكونش هذه العراقيل، ولكن هل تنوون توزيع هذه التعليمه او مراسلتكم لهذه الوكالات؟ لانه فيه مناطق في الجزائر العميقه، في المدن او في المدن الداخليه، يعني كاين الناس واحد او اثنين هما تابعين لكم، ولكن ربما هذه التعليمه لا يعتد بها عنده، يقول لك ما لحقتنيش ويروح يقطع على الناس وتصرى بعض المشاكل. ما ردك؟ نعم سيدي الكريم، التعليمه صدرت البارح، يعني في نهايه اليوم صباح اليوم على الساعة 8:10 التعليم راهي عند كل المديرية التوزيع. عندنا 53 مديرية، راهي كل مديرية توزيع طاحت عندهم التعليمة من طرف المدير العام لشركة توزيع الصداق، من طرف يعني ممضية شخصيا من طرف الرئيس المدير العام لشركة صداق، طاحت على 8.25 عند كل مديرية التوزيع من الصحراء للتل الغرب. إذا راهي اليوم التعليمة يشرع في تطبيقها مباشرة اليوم صباح اليوم سيدي، وهذا راهي كلام مسؤول ليس بي. سيد خالي الهدنة، تقريب يعني هذه منذ أيام كنت اتصلت بك اتصال شخصي وحدثتك عن بعض المناطق التي أسكن فيها أنا، منطقة يعني تقريبا تفتقد، ما كانش وكالات نتاع تخليص هذيك الفواتير. هل تفكرون في تغطية مثل هذه المناطق بوكالات وبمختصين لتسديد هذه الفواتير؟ سيدي الكريم، مثلا باش يكون فيه فتح وكالات، اولا يكون فيه احنا كمؤسسه لازم يكون فيه يعني مرفق يكون مؤهل لفتح وكاله. ما نقدروش نفتحوا مثلا في منطقه وكاله قال في غرفه وفقط، لا، احنا وكالاتنا ومؤسستنا محترمه، نفتحوا وكاله كما يقول بالفم والمناء كما يقولها المثل العربي الاصيل. اذا كي نفتحوا وكاله راهي صوره المؤسسه اللي نمثلوها، وكذلك يكون اريحيه سواء كان للعامل تاعنا، واريحيه كذلك للزبون. لما يجي زبون مش في غرفه وفقط قال شومبرا ونحلوا وكاله، لازم وكاله باتم معنى الكلمه. ولهنا نوه كذلك بالتعاون اللي يقوموا فيه السلطات المحليه على مستوى كل البلديات
باش يوفروا لنا اماكن ولا يعني مصالح باش حنا نفتحوا فيها الوكالات نتاعنا. بالنسبة للأموال التي تحدث عليها المدير العام أمس، قال 180 مليار دينار، وأنتم يعني مشيتوا بهذه الخطوة التضامنية التي تحسب لصداق يعني بهذا القرار، ولكن بالمقابل كيف تنوون أو ماذا تنوون لتخليص هذه الديون؟ يعني 180 مليار ولما تزيد هذه ربما يكون فيه بعض التباطؤ، المواطنين ولا غالب عليهم يحلين ما يخلصوش هذه الفواتير، هل ربما تروحوا إلى أزمة مالية؟ سيدي الكريم، هي تعليمة وزارية وتعليمة من طرف السلطات العليا، والسلطات العليا أدرى بما يحدث وبالصحة المالية للمؤسسة. إذا احنا يعني قلت لك مؤسسة تجارية بالطابع عمومي، لما يتعلق الأمر بالوقوف ومساندة الزبون والتعليمة هذه تأكد هذا، احنا ما علينا إلا الالتزام بالتعليمة وفقط، وهذا راح يهدف للخير. التعليم راح تصب للخير للمواطن تاعنا، وما كيكون المواطن يعني انا نشوفه يعني المواطن مسكين ما يقدرش يخلص، واش راح دير له؟ تقتله وتخلي له تقطع له الكهرباء، هو في منطقه ظل في جبل ما عندوش ادنى يعني الماكله ما يقدرش ياكلها، وحنا نزيدوا نقطعوا عليه الكهرباء او نقطعوا عليه الغاز باش وليداتهم ساكن يسخنوا، هذا احنا ما نديروهاش ابدا. انا يعني قلت لك مؤسستنا وقفت في عده يعني اوقات عصيبه للمجتمع تاعنا والوطن تاعنا، نزيدوا نقفوا، وقفنا منذ بدايه الجائحه ونزيدوا نقفوا، وهذا راني قلت لك تعليمه وزاريه من عن طرف السلطات المحليه احنا نلتزم بها ونكون واقفين مع المواطن الزبون، وان شاء الله ربي يجيب الخير للبلاد والعباد والمؤسسه تاعنا كذلك. اذا نشكر لكم سيد خليل هذه المبادره، ولكن من جهه اخرى اذا كان هناك اناس او مواطنين او زبائن يعني مستهلكين للكهرباء والغاز لم يستطيعوا تسديد هذه الفواتير، ولكن بالمقابل فيه مجمعات سكنية تقريبا تتجاوز عدد كبير في بعض البلديات غير مربوطة بشبكة الكهرباء والغاز، خلينا نقول الغاز ممكن يلقى الحل، ولكن وإن كان لابد أن يكون الغاز، ولكن بالمقابل الكهرباء شيء صعيب. هل هناك مشاريع يعني مسجلة استعجالية في مناطق الظل وهذه الأماكن المعزولة؟ أكيد سيدي الكريم، يعني قلت لك الأولوية هي لمناطق الظل حاليا، وهذا ما يخليناش كذلك باش نتهاونوا في لكن العديد من السكنات اللي وضعناها تحت الخدمة، خاصة المجمعات السكانية الكبرى سواء كانت في قسنطينة في الجزائر في بليدة في وهران وغيرها، وراح يكون فيها لقاء، وعدتك الأستاذ الشريف بيكون فيه لقاء مدقق لحصيلة 2020 لما يخص ربط الكهرباء والغاز لمناطق تفضل، وكذلك المجمعات السكنيه اللي مشينا فيها كمؤسسه صعبه، مشينا فيها بزاف ومشينا فيها يعني بوتيره حسنه، رغم انه الجائحه عرقلت نوعا ما سيروره الاشغال، لكن الحمد لله كنا في الموعد سواء كان في مناطق الظل، المحيطات الزراعيه، المستثمرين، وحتى المجمعات والتجمعات السكنيه. سيد خليل، بالنسبه لهذه الريغروبمون هذو المجمعات اللي تخلق من وقت لاخر، تعرف انه في بعض البلديات يعني المعزولة يجيوا مجموعة من السكنات، كل واحد يشيل سكن، واحد اثنين ثلاثة حتى توصل 10 سكنات. أنا نعرف هذه المجموعات واتصلوا بنا شخصيا، يقول لك يعني ربما يعطيونا تسهيلات. هل هذه التجمعات السكنية اللي تفوت تقريبا 20 مسكن، ما هي الطريقة يعني ممكن تعطي لنا بعض التسهيلات؟ يتصلوا بكم ولا بالبلدية ولا كيفاش يديروا باش يدخلوهم الكهرباء؟ سيدي الكريم، في مثل هذه الحالات احنا مثلا زبون عادي، واحد زبون حب يطلب الكهرباء والغاز يتقدم لوكالاتنا، لكن فيما يخص التجمعات اللي راح يدخلها الكهرباء والغاز مجددا جدد التجمعات السكانيه، هذو اولا يجيو لازم يكونوا مسجلين في البلديه، هي البلديه المعنيه هي اللي تتقدم، لانه فيه تسهيلات وفيه اعانات ماديه تتمد من طرف الولايه وحتى البلديه. اذا يكونوا رواحهم اولا في قائمه تكون مصادقه عليها من البلديه او حتى في جمعيه، حنا نسهلوا الموضوع، حتى في جمعيه مثلا انا نصيبوا بزاف، جمعيه الدوار الفلاني اللي تربط بالغاز، جمعيه الدوار الفلاني اللي ربط بالكهرباء، يتقدموا في هيئه منظمه، حنا باش نتعاملوا مع كل هذيك القائمه اللي متواجدين السكان متواجدين في القائمه، مش كان واحد اليوم يجي واحد وغدوه يجي واحد، يجي رئيس جمعيه اللي عنده قائمه ونتعاملوا مع رئيس جمعيه، وحتى تسهيلات تاع الدوله راح تصب للجمعيه وتكون اعانه للمواطن في هذا المجال. لا ننكر يعني هذا
هذه الجهود لسون الغاز او صادق سيدي الكريم في التزود بالكهرباء والغاز، ولكن بالمقابل تعرف بعض الممارسات البيروقراطيه، هذه المجمعات تقول لك احنا نروحوا رئيس البلديه يقول لنا خاطين يا ربي يسهل عليكم روحوا مصالح اخرى، ربما هل فيه بعض التعليمات بعض التسهيلات باش هاد المواطنين يلقوا اريحيه في الاتصال بكم؟ شوف سيدي الكريم، خلقنا يعني لتسهيل، وحنا رانا يعني على بالنا وعلى علم بهذه العراقيل نوعا ما، ماهيش بلوكاج وانما عراقيل، وفقط خلقنا مكتب الاستشاره والتوجيه، وخلقنا كذلك منصب عمل في مديرياتنا هو الانجينير دافار يعني مهندس الاعمال، اذا يتصلوا بكل وكاله عندنا مكتب الاستشاره والتوجيه مباشره، ما يروح للمدير الوكاله قال ماهوش هنا ولا غيرها، ولا ما يروح مكتب الاستشاره والتوجيه مباشره وما يتكفلوا به. وحنا راني قلت لك سهلنا، حتى شوف سيدي الكريم في مناطق الضلو في المحطات الزراعيه وفي المستثمرين وفي السكنات، هذه التجمعات السكنيه كان فيه من قبل قال جيبوا الكارت هذاك وجيبوا دوك المحيطات الزراعيه مباشره، لما يجيو مصالح لاغريكيتور يعني زي الفلاحه يقدموا ان ليست احنا نمشي ونخدموا دون حتى نسلكوا، كذلك فيما يخص المستثمرين فيها النسبه ونخدموا لهم مباشره، كذلك مناطق الظل جايين ليست من عند الولايه وفقط ليست بركه احنا نباشروا دون باش ندخلوا هذيك نطلبوا هذيك المداخل اللي لازم احنا نمشيو فيها ونربطوهم بطاقه الكهرباء. اذا هي تسهيلات، وهذا اللي خلانا احنا مشينا في ربط العديد من المشاريع لسيد رئيس الجمهوريه، واليوم انا قلت لك تحتسب تاريخيا للجزائر وتاريخيا لمؤسستنا واريحيه كذلك للمواطن الزابول. سيد خليل هدنه، تعرف انه الفتره الاخيره شهدت اضطرابات جويه على نعم. مستوى بعض مناطق الوطن خصوصا نعم. في المناطق الجبليه اين انقطعت شبكه الكهرباء والغاز. السؤال نعم. سؤال بشقين، الشق الاول نعم. ما هي حجم هذه التدخلات نتاعكم بالنسبه لهذه المناطق وهل الشبكه ما زالت مقطوعه؟ والشق الثاني ما هو مخططكم للتدخلات مستقبلا، لانه ربما ان شاء الله تكون هناك غايه نافع ولكن بالمقابل ربما نتخوفوا من بعض هذه الانقطاعات. نعم، نبدا لك بالسؤال الاخير سيدي الكريم. احنا كل في السنه كاين مخططين، مخطط الاستعجالي لتحضير فصل الصيف ومخطط استعجالي لتحضير فصل الشتاء. كل هذه المخططات توجد تاع الشتاء نوجدوه في الصيف وتاع الصيف نوجدوه في الشتاء. اذا هي مخططات استعجاليه في خلايا ازمات لكل مديريه التوزيع اللي هي 53 مديريه يراسها مباشره رئيس المدير العام على مستوى الجزائر العاصمة. هذه المخططة الاستعجالية تتأهب لكل طارئ فيها يعني على بالنا بمناطق الضعف والمناطق او النقط السوداء لكل يعني شبكه. احنا في هذه الاحيان قال مثلا ترونسفو هذاك ومحاولة هذاك راهو ناقص، طلعنا له في الجهد نتاعو، قال الخط هذاك راهو ضعيف عاودنا له الخط، وكي فيه عمليه كذلك راهي تمشي على مستوى الوطني، عمليه صيانه الشبكه يوميا نقوم بصيانه الشبكه. هذه العمليه واش دير؟ هي تاهب لاي طارئ ولمواجهه الظروف الجويه. لكن الحمد لله السؤال الاول فيما يخص الانقطاعات، حنا انقطاعات كاين فيها انقطاعات اراديه حنا اللي نديروها ونعلموا المواطن باش نقوموا بعمليه صيانه الشبكه والمحولات، وكاين انقطاعات لا اراديه هي سببها الاضطراب الجويه وغيرها. راني قلتها ونزيد نعاودها، حنا باش نضمنوا مكان صفر انقطاع، حنا ما كانش لو بارفين اكزيست با، مؤخرا في مناطق في اوروبا انقطعت حتى على 500,000 زبون، حنا وطولت قعدت حتى يسمع. احنا في الجزائر الحمد لله ماشي لازم نشكر، نقولوا اللي احسن احسنت واللي اساء اسات. سيدي الكريم كاين واحد المثال يقول لك احنا كاين في واحد البلدان يرافقوا الفاشل حتى ينجح، واحنا في مؤسساتنا او في مجتمعنا نحارب الناجح حتى يفشل. اذا احنا الحمد لله رانا نقوم بمجهودات. انا قلت لك حسبونا اذا كان في انقطاع كبير قال تاع يوم يومين، احنا ما كانش هذا الانقطاع تاع يوم يومين، لكن ما تحسبوناش، حسبونا كذلك على مده التدخل، لكن الانقطاعات هي تجي اضطرابات جويه وناس راهي في الجبال والشبكه راهي في الجبال وناس راهي في الجبال يعني من خلالكم نحن نوجه
تحية للجيش الأزرق وعمال صنيق وعمال صداق وكل عمال صنيقات اللي راهم متواجدين، خاصة شركات التوزيع ومديرية التوزيع اللي راهم متواجدين ووكالة التوزيع اللي متواجدين في الجبال وراهم كل يوم يخدموا خدمة للمواطن باش يكون فيها نوايا حصل للتصويت وتموين متصل للكهرباء والغاز. خليل عدنا بالنسبة للهاجس الذي يؤرق الشركة وهو معروف، يعني قبل ما نكمل السؤال عبالي في ذهنك، وهو الاعتداءات على الشبكة، هل هي متواصلة؟ نعم. وما تدخلاتكم وما اقتراحاتكم واحتياطاتكم؟ والله سيدي الكريم، نهار درنا الحصة تاع البلاد وكنت درتها معاك انت شخصيا، يعني راك مظهر علينا، احنا راك الخير علينا، نقصت الاعتداءات وبدات الناس يعني تتحسس والحمد لله، لانه فيه عمل ثاني اتصالي جواري ينجز على المستوى المحلي الحمد لله، يعني نقصت، لكن ان شاء الله هو عمل دؤوب وعمل متكافئ وعمل يعني تنسيقي معكم انتوما، يعني وسائل الاعلام خاصه ومعكم انتوما والجمعيات وغيرها، لانه انا قلت لك اعتداءات راح تكون تسبب في انقطاعات وانقطاعات راح تسبب في تدمر للمواطن وغيرها، اذا ما هي لا صالح للمؤسسه لانها راح نكونوا فيها خاسرين بالتمويل، والكهرباء هي الطاقه الوحيده التي لا نستطيع تخزينها، اذا جبناها من المولد وجات من محول الكهرباء راهي لازم تروح، اذا كان في انقطاع راح يكون يؤرق يعني كاهل المواطن والمؤسسه، واحنا ثاني تتسبب منها في مؤسسه في خسائر تقنيه جمه، وراح يكون يعني تاثير على نوعيه الاستهلاك والتموين كذلك. سيدي الكريم في دقيقتين هذا ما تبقى. نعم. لي في هذه الجعبه بخصوص غرفه الاخبار في هذا الجزء، وهو يتعلق الامر بالحوادث، تعرف انه انفجارات الغاز. نعم. للأسف. نعم. تسجل مرات، يعني تقريبا مش ظاهرة، ولكن الاختناق بالغاز هذا. نعم. مسألة مهمة جدا، هذا القاتل الصامت يحصد الأرواح كل يوم. نعم. بالنسبة. نعم. لكم أنتم ما هي المخطط تاعكم لمحاربة هذين الحدثين أو الحادثين؟ والله إحنا مسؤولين عن توزيع الغاز، لكننا تحسيس مخاطر الغازات المحروقة هو عملية أخلاقية نقوم بها. شفنا في 2018 سيدي الكريم في 100 وفيات، 2019 177، 2020 221، وحتى الآن منذ يعني بداية هذه السنة رانا تجاوزنا 20 ضحية للغازات المحروقة، هذا المرعوبة كما نسميوها جدودنا أو المرعوب، أنا ما نحبش نسميه غازات محروقة لأنه حنين هذا الاسم هذا، لكن المرعوب والمرعوبة هو الاسم الحقيقي لهذا القاتل الصامت. ماذا بينا يكون فيه تحسيس على المستوى الجواري والمحلي من طرف الجمعيات، من طرف كل المصالح حتى المصالح الأمنية وغيرها، لازم يكون فيه تحسيس في هذا المجال، لأنه راهي ديباسات، راهي فاقت ضحايا مخاطر الطرقات، ماذا بين يكون تحسيس لانه لصالح المواطن، يعني شوفوا يعني عائلات ودفاتر عائليه تطوى دفاتر عائليه شفناها، راهي عائلات مساكن خلاص تقفل الباب وماتت هذيك العائله، لا واسمه، يعني التحسيس هو واجب ومهمه الجميع، ليس فقط مؤسستنا وفقط، كل المؤسسات بما هي المؤسسات الاعلاميه، وانتم راكم مشكورين، راكم تقوموا بهذه العمليات التحسيسيه اللي فائده و يعني هي لفائده المواطن وكل مجتمع. شكرا لك خليل هدنه، وانت المسؤول اتصال بالشركه الوطنيه لتوزيع الكهرباء والغاز صادق على كل هذه التدخلات، اتركك تمر بسلام وتمر هذا اليوم الراحه، ونتلقاك في فرصة قادمة بحول الله. مشاهدينا الكرام، بهذا ننهي هذا الجزء من غرفة الأخبار، ولكن غرفة الأخبار متواصلة معكم بفقراتها وبقية الزملاء، ابقوا معنا.